يملى المكان والأبواب كلها تتقفل. هتلاقي مصر البلد اللي بتفتح أبوابها وترحب بكل ضيوفها، يعيشوا في وسطنا، يندمجوا في ثقافتنا، يتمتعوا بكل حقوقهم، سكن، عمل، تعليم، زي أي مواطن مصري، لأن الحياة حق من حقوق الإنسان. الإنسان اللي بجد هو اللي بيحترم الاختلاف بين الناس، وهنا 100 مليون إنسان مختلفين لكن من حقهم يعيشوا في بلادهم متساويين. مختلفين في الدين ولينا نفس الحقوق، مختلفين في اللغة، في الثقافة، مختلفين في القدرات ولينا نفس الاحترام والمساواة، مختلفين في النوع ولينا نفس الفرص في الشغل والنجاح. وكل ما نستثمر في بكرة في شبابنا وأطفالنا بتعليم قوي ومناهج عالمية، نضمن جيل جديد يتعلم إزاي يحترم كل المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان. وعشان كده بدأنا خطط شاملة لتغيير التعليم في بلدنا، تطوير المناهج، عناية خاصة بالطلاب أصحاب القدرات الخاصة، تعليم متطور يواكب العالم، حق من حقوق كل المصريين، احترام حقوق الإنسان في مصر واحترام للمبادئ الإنسانية لكل مواطن مصري. يمكن ما نقدرش نرجع عقارب الساعة لورا ونعوض اللي فات، لكن المستقبل هو مسؤوليتنا.